قبل ما اقعد انتوا ليكم حق عندي، لازم اعتذر لكم عن اللي حصل مني في الجامعه. يا راجل تعتذر ايه؟ ده انت شبهت الدفعه كلها، بقينا مسخره كل الكليات. الناس كلها بتسالنا دلوقتي الترامادول وصل بكام. طب على الاقل قول لنا بكام عشان نعرف نرد عليهم. يا سيدي ما انا بعتذر اهو. احنا نضمن منين مش يمكن ترجع تبيع تاني؟ لا، زي ما عديت السنين اللي فاتوا هكمل واخد الشهاده. يا ترى بقى انت فايق ولا ده شغل ترامادول برضو؟ صباح الخير. صباح النور يا دكتور. انت بتعمل ايه هنا يا طالب انت؟ حضرتك انا ده بيعت ترامادول يا دكتور. وجاي تبيع في القاعه ولا تعمل ايه تاني؟ لا يا دكتور، انا جاي احضر المحاضره بتاعتك. انت مالكش حضور عندي في مادتي. حضرتك بس بره، اطلع بره. انا ما عملتش حاجه يا دكتور. وكنت عاوز تعمل ايه تاني اكتر من اللي انت عملته؟ انك تديني بس فرصه. فرصتك خدها عند حد تاني بره. اسمع يا ابني، انا ما بحبش اللف والدوران، وما يشرفنيش انك تكون طالب عندي. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا كنت ببيع ترامادول عشان اكمل معاكم هنا في كليه هندسه، وربنا اراد ان انا فوق قبل ما ياثر عليا وعلى مستقبلي. وحضرتك يا دكتور كنت بتديني اعلى تقدير على الدفعه كلها. ده كان زمان لما كنت كويس. حضرتك ممكن تمتحني وهتلاقيني جاهز خصوصا في مادتك. انا مش هعيد الكلام تاني. لما تبقى تنضف ابقى خليك تحضر مادتي. بره، اطلع بره. ايوه، انا عايزاني اعمل ايه؟ عايزاك ترجع كليتك، ولعلمك بقى الدكتور اللي كرشك ده بيحبك جدا لانه عمل كده قرصه ودن. انت بس اللي عملت فيها طفل صغير وهربت. ايوه، انا عايزاني اعمل ايه بالظبط وانا شايف الدكتور وهو بيهزقني قدام الطلبه؟ مش كفايه اللي حصل لي ساعه البرشامه كيتي؟ يا شيخ احمد ربنا، كفايه ايه؟ انت المفروض تبوس ايدك وش وضهر. ابوسها على ايه ان شاء الله؟ على الفضيحه؟ لا يا اخويا، على الستر. ربنا سترها معاك كتير قوي على فكره. وانت عمال مشتتنا، شويه تيجي عايز نغني وشويه تلمنا وشويه بعطرنا. انت عايز ايه يا اخي؟ عايز تكوش على كل حاجه؟ كوش عليا يا كيتي، انا غلبان. كذاب، مش انت الغلبان. عارف مين اللي غلبان؟ غلبان اللي ملوش اهل، اللي يترمي ينام في الشارع وبطنه عريانه، خايف من برد الليل وخايف بردك اللي يطلع عليه النهار. على الاقل يا اخي انت ليك ام بتتحمى فيها وتترمي في حضنها لما تتخنق، والأم دي كمان أطيب أم في الدنيا. تعرف إيه أنت عن الغلب؟ عارف الغلبان مين؟ اللي يتحرم من حضن الأضلمانات ويترمي في الشارع. عارف الناس بتعمل فينا إيه وبتنهش في لحمنا إزاي؟ عارف بيقولوا علينا إيه؟ إيه يا كيتي؟ أنت حافظة ولا مذاكرة؟ لا، عايشة خفيف. طب يا ست العايشة، انت وحشتيني قوي. كذاب، لو وحشتك اختك كنت سألت عليها. اختك تاني؟ بقول لك ايه يا كيتي، ما تسيبك بقى من جو اختك ده عشان ما بياكلش عيش. اثبت لك يعني ازاي ان انا مغرم يا فنانة. ترجع كليتك. حاضر. شرب العصير.